ابو ابراهيم يسال يقول ما حكم انشاء جدول للعباده في يوم عرفه؟ ابو ابراهيم بارك الله فيك اذا كان والله الانسان يقول انا اريد ان استثمر يوم عرفه استثمار صحيح فيعني في ابدا من بعد الفجر اصلي الفجر واجلس مثلا اقرا القران او اذكر الله عز وجل حتى ترتفع الشمس قيد رمح ثم اصلي ركعتين وبعدها ارجع انام شوي ثم الساعه مثلا التاسعه ابدا اقرا القران والساعه كذا ما في بأس ولله الحمد ما في بأس لكن على ألا يجعل هذا يعني أن يلزم به الاخرين ما يصلح أن يلزم به الاخرين فطبيعي الانسان سواء في يوم عرفه ولا في الايام العشره أو في ايام طبيعي ان الانسان يرتب وضعه ويرتب جدوله يعني بعض الناس اللهم بارك الآن يقرأ القران بعد الصلوات الخمس هذا ترتيب طيب عباده بعد ما ينتهي من الصلوات واذكارها يقول لازم اقرأ لي مثلا نصف جزء مثلا او ربع جزء طيب نعمه فهذا الترتيب ما في بأس اما انه يصنع جدول جدول معين ويلزم فيه الناس او مثلا يرى بأن هذا الجدول يلزمه لا هذا ما يصرح هذا ما يصلح هذا ما يصلح ولكن اذا في الغالب ان الناس لا يلزمون الاخرين ولا يلزمون انفسهم لكن هو يقول انا اريد ان 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 استثمر الوقت ونحافظ على هذا اليوم العظيم ما في باس ولله الحمد والمنه